أفرج اليوم بمحافظة الضالع عن الدفعة الثانية والأخيرة من الجنود المختطفين لدى الحراك الجنوبي، وذلك في إطار الانتهاء من عملية تبادل الأسرى بين الجيش ومسلحي الحراك. مصدر محلي بالمحافظة قال أن 17 جنديا تابعين للواء 33 مدرع وقوات الأمن الخاصة وصلوا اليوم برفقة بعثة الصليب الأحمر إلى مبنى مجمع الضالع الحكومي بمنطقة سناح، وأنه تم تسليمهم للجنة الرئاسية عبر الشيخ غالب مطلق عضو اللجنة الرئاسية وعدد من ممثلي الجيش والأمن الخاص والحراك الجنوبي. هذا وكان قد تم في وقت سابق استلام 20 معتقلا من عناصر الحراك الجنوبي احتجزتهم قوات الأمن.